بكل مسؤولية وتقديرا منه للظرفية اللي تتعيشها بلادنا، وما ننسوش بأن المفاوضات حول يعني الحوار الاجتماعي حول هذا الاتفاق راه مر عبر حكومتين من عهد حكومة بن كيران. ما ننسوش بأن أجور الموظفين مجمدة لمدة أكثر من 7 سنوات، وبالتالي وبعد ما طال التفاوض حول يعني طال الحوار حول هذا الاتفاق، وبعد ما الحكومة حسنت العرض ديالها 3 مرات، ارتأينا في نهاية المطاف باش نوقعوا على هذا الاتفاق، علما بأنه لا يلبي طبعا بالفعل مطالب كلها ديال الشغيلة، هو جزء من مطالبنا، هو يحقق جزءا فقط من مطالب الطبقة العاملة ولا يرقى إلى طموحاتنا، إلا بحال اللي قلت لكم بعد مشاورات مع بعد يعني القرار ديال الأجهزة ديالنا ارتأينا باش نوقعوا على هذا الاتفاق. الجزء اللي أساسي هو أن هنالك جزء مهم كذلك بالفعل يهم العمل النقابي ويهم الطبقة العاملة، وهو الجزء ديال التشريعات الاجتماعية بما فيها القانون التنظيمي للإضراب. القانون التنظيمي للإضراب وهي الحكومة وضعاه في البرلمان، هو عندهم كتبقى البرمجة ديالو وكتبقى من أجل إصداره. حنايا اللي استطعنا أننا ننتزعوا في هذا البروتوكول هو أنه لن يبرمج إلا بعد التشاور حوله والتفاوض بشأنه مع الحركة النقابية. إذن حنايا الهدف ديالنا هو أنه إذا كان لا مناصة من القانون التنظيمي للإضراب خصو يكون يعزز الحرية النقابية، يعزز الحق في الإضراب على اعتبار أن هذا الحق دستوري وجزء لا يتجزأ من الحرية النقابية، ويحمينا يحمي العمال ويحمي المسؤولين النقابيين طبعا الذين يزجون بالسجون بحكم الفصل المشؤوم 288. اذا كاين كذلك الفصل المحور اللي كيهم الحمايه الاجتماعيه، توسيع الحمايه الاجتماعيه بشقها حمايه صحيه يعني تغطيه صحيه والتقاعد، هذا كذلك جزء اللي هو مبرمج وغيره من البنود اللي في الاتفاق، واللي غادي ما يمكنش تمر بدون ما يكون من بشانها تفاوض، علما بان الاتحاد المغربي للشغل يعني كمدافع اصيل ومدافع مسمى بسماته على حقوق العمال سيتفاوض بكل امانه من اجل اقرار تشريعات اجتماعيه لصالح الطبقه العامله، والنضال مستمر من اجل انتزاع هذا يعني ما يحسن تشريعاتنا الاجتماعيه. لا يعقل بان لحد الان مثلا يقعوا حوادث سير بالعاملات الزراعيات في وسائل نقل اللي ما كتلبيش اقوى يعني ادنى مقومات الانسانيه والحفاظ على الكرامه، وبالتالي هذا كله يعني نقاط اللي يجب ان نتفاوض بشانها من اجل تحسينها. طبعا نضالنا مستمر، وهذا اتفاق مثل الاتفاقات اللي داز وكيبقى دائما نضال مستمر.